Sentence building. Today we're going to talk about nouns and verbs. رح نحكي عن الأسماء nouns وعن الverbs أفعال. تمام؟ نعرف شو يعني كلمة noun وشو يعني كلمة verb. Noun is a word that refers to a person, place or thing. يعني هي كلمة تعود إلى person اسم شخص or place اسم مكان or things اسم شيء. مثلا school هو اسم شيء. تمام؟ مدرسة. Home كمان اسم شيء اللي هي المنزل أو الوطن. book اسم شيء هو كتاب. وعندنا مثلا لانا اسم شخص اسم بنت، وأحمد اسم ولد مثلا اسم شخص. تمام؟ هذول كلهم نسميهم nouns أسماء. طيب نحفظ كلمة noun معناها اسم، كلمة noun نحفظها. تمام يا ميس؟ طيب هلأ عندنا كلمة الverb. نعرف شو يعني verb. verb is a word that describes an action. هي كلمة تصف الحدث، حدث معين بصير معنا بالجملة. مثلا كلمة walk يمشي، drink يشرب، read يقرأ، write يكتب، listen يستمع. في كتير أفعال أخذناها ورح نأخذها إن شاء الله. تمام؟ هلا نعرف كمان نحفظ كلمة verb معناها فعل. verb نحفظ كلمة verb وكلمة noun. تمام؟ بالإنجليش مثلا ما نحكي عربي نحكي اسم وفعل، لا نحكي verb ونحكي noun. أوكي؟ هلا كيف بدي أعرف أو كيف بدي أكتب الجملة؟ بإيش تبدأ؟ إمتى بكتب الناون؟ إمتى بكتب الفيرب؟ نأخذ مثال مثلاً، أعطيكم مثال صغير. مثلاً كلمة، نأخذ جملة لانا drinks water. لانا تشرب الماء. full stop. طيب نتطلع على لانا. هلأ لانا تدل على شو؟ على اسم شخص، صح؟ إذن لانا هي اسم. تمام؟ طب هي لانا أصلا إحنا نعتبرها شو؟ نعتبرها subject فاعل التي تقوم بالعمل. تمام؟ بس ما بدنا نحفظ هلأ كلمة subject لبعدين، يعني الوحدة اللي بعدها. تمام يا مس؟ طب هلأ عندنا كلمة لانا هي اسم، نتفق على أنه لانا هي اسم. ننتقل للكلمة اللي بعدها drinks، بعدين ننتقل اللي بعدها هي water. طب نطلع شو في كمان اسم غير لانا؟ عندنا اسم شيء زي شو؟ عندنا اسم water، صح؟ نتطلع على الووتر. الووتر هو اسم شيء، فووتر الماء هي برضو ناون. سو في عندنا هنا اثنين اسماء، اثنين اللي هو ناون، عندنا لانا and water nouns. اوكي؟ طب وين الفعل؟ الفعل بيجي دائما follow، يعني بتبع مين؟ بتبع الفاعل او بتبع الاسم الاول. تمام؟ اول اسم بالجملة اللي هو مثل عندنا هون لانا drinks. هو drinks تشرب، تدل على الفعل. على شو عملت لانا؟ لانا تشرب الماء. تمام؟ so drinks هو الفعل. ناخذ مثال تاني، مثلا ثناء reads a book. طيب full stop. هلا وين في اسماء هون تدل على اشخاص او على مكان او على شيء؟ بطلع بالجمله ثناء reads a book. في عندنا ثناء هو اسم شخص اسم بنت. تمام؟ وعندنا كمان book هو اسم شيء. So ثناء وبوك هم nouns. هلأ شو الحدث اللي صار؟ شو عمل الثناء؟ subject شو عمل؟ الفاعل شو عمل؟ reads تقرأ. So reads هي الفعل. تمام؟ طب خلنا ننتقل للسؤال الأول، شوف كيف بدنا نحله. read and order. طبعا حكينا الجملة تبدأ بسبجكت اللي هو اسم، بيكون subject يعني فاعل اسم شخص. تمام؟ فبتطلع في عنا هنا كلمة، عنا finds، عنا يوشي، عنا كيز، عنا هز. إذا ما في عنا اسم شخص هون رح يكون عنا يوشي، فبنكتب أول إشي يوشي. طيب شو عمل يوشي؟ يوشي finds means يجدو. find يجدو. so يوشي finds. بعدين بنحط his keys. يوشي يجد إيش؟ مفاتيحه. تمام؟ اوكي نشوف الجملة الثانية. football playing likes max. اول جملة ببلش باسم الشخص، مين هالشخص اللي عمل العمل؟ هو max. بكتب اسم max طبعا capital letter، اولا لانه اسم شخص، ثانيا لانه ببدأ في الجملة فبيكون capital letter max. اوكي وين الفعل؟ football playing or likes. هلا الفعل هو likes، يحبه. likes وراها بتيجي playing. إن شاء الله بس تكبروا رح نعرف ليش حطينا playing ورا likes. playing بعدين بنحط football.
يعني ماكس يحب لعب كرة القدم. بعدين full stop. Okay, Max likes playing football. Circle the noun and underline the verb in each sentence. نعمل دائرة على الناون ونحط خط تحت الverb. My father works late. وين في اسماء تدل على أشخاص أو على أماكن أو على أشياء؟ عندنا father أبي. Father أب. طيب في كمان اسم؟ لا ما في. طيب شو إشي بدل على حدث إشي صار؟ هو works. works يعني إشي بيصير. works يعني يعملوا ونحط خط تحت works. Okay. Number two. Jenny goes to school by bus. شو في هون أسماء؟ عندنا أسماء أشخاص، أسماء أشياء، أسماء مثلا أماكن. بطلع على الجملة. Jenny goes to school by bus. عندنا Jenny. Jenny اسم شخص، إذن هي noun. Circle Jenny. Goes to school. هلا school تدل على شيء صح؟ فبنحط إيش؟ مدرسة. نحط دائرة على school. Circle school. And bus هي كمان اسم. bus هو اسم شيء، هو الباص. طب وين الفعل؟ Jenny goes to school. شو عملت Jenny؟ goes تذهب. شو بتعمل؟ تذهب إلى المدرسة. goes حط خط على goes. The teacher teaches English. تمام. هلا نتطلع على الجملة. The teacher. وين في اسماء أشخاص تدل على شخص، تدل على شيء، تدل على مكان؟ في عندي teacher. teacher الأستاذ. circle teaches English. English هي اسم المادة، فبنحط هون إيش؟ circle. هلا وين الفعل؟ طيب the teacher teaches English. شو بيعمل teacher؟ شو الحدث اللي بيعمله teacher؟ هو teaches يدرسه. تمام. يدرسه. هاي teaches بنحط عليها شو؟ خط. Max does his homework. أوكي. وين في أسماء أشخاص، أسماء أماكن، أسماء أشياء؟ عندنا Max هو اسم شخص ونحط circle. شو كمان عندنا أسماء؟ does his homework. homework الواجب طبعا أكيد اسم، فبنعمل circle. طب وين الفعل؟ Max does his homework. شو بيعمل؟ Max هو بيعمل واجبه. does يعني يعمله أو يفعل، فبنحط خط على does. تمام. أو يحل الواجب هون. تمام. the birds fly in the sky. the birds fly in the sky. the birds هو الاسم birds، وsky السماء، والفعل هو fly. so the birds الطيور fly in the sky تطير في السماء.